الاشاعه اللي انا تابعها. حبيبي يا ايمه تعالى يا ايمه. ابراهيم اهو كريزي تاكسي يا حبيبي ابراهيم. داخل دلوقتي يعمل تمثيل ومصطفى نجم ان شاء الله باذن الله. عايز اقول لك ان كاريزما الله اكبر عليه، حضور يعني الموهبه بتاعت ربنا ما شاء الله عليه، دمه خفيف جدا، انسان صافي وابيض من جوه. دي بقى ما شاء الله بيتكلم فيها كتير جدا. وانتظروه ان شاء الله في حاجه. يا رب كده ادعوا لنا، يمكن في حاجه مشتركه قريبا يعني ان شاء الله. مشتركه الوقفه دي يا عم ان شاء الله باذن الله باذن الله. هو عازمني وانا يعني بس انا شويه بتتكلم على الاحتراف دلوقتي، فلو حد عرض عليك ان هو يعمل لك حاجه اقوى من مسرورتك كان شيخ يعملها؟ لا 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 ما اقدرش. لا لا ما اقدرش. لا ما اقدرش. الفنان بيعمل ايه؟ عارف ليه اقول لك ايه؟ رقم واحد انا كده كده رقم واحد، انا فنان يعني اعمل اي. بس معالي المستشار تركي آل الشيخ جرايه سعفان الراجل ده بترد يا سعفان. انا جاي لك اهو يا عم رد. انا هديله ده سؤال خبيثي. لا لا انما انا عايز اقول لك على حاجه، رقم واحد عندي يعني رقم واحد لاني واكل معايا شملح. ما شفت الراجل واقف في ظهري معالي المستشار تركي آل الشيخ، لو كلمني وقال لي انت فين انا معاه في اي حاجه. انتوا الاثنين عملتوا شغل مع تركي آل الشيخ، احنا عايزين نتكلم عن التجربه ممكن شغل جديد كمان بالنسبه ان شاء الله باذن الله. باذن الله يكون في شغل، وباذن الله احنا ناس فنانين ويعني بنعمل منتج والحمد لله بنعمل اللي علينا. وهو الراجل الاشاعه ثانية على مصطفى. الاشاعه ثانية على مصطفى ان هو ولا ايه؟ لا ان هو ايه تينك؟ لا خالص. اتقال ان هو عايش الدور وان هو بقى مش عارف ايه، ما بيردش على الناس وبتاع. مصطفى راجل طيب جدا ومحترم جدا، ولما بيقدر يعمل حاجه لحد بيعملها. الله يكرمك. لا لا انا سمعت اشاعه لابراهيم. لا مصر كلها لما قالوا اللي هو يعني الكاميرا بتاعته مش حقيقيه، كاميرا خفيه وكده. لا الراجل كل يوم كان بيتدغدغ يعني. انا عارف ناس كان بيتضرب كتير القرد بقليله. بقليله ده هيبقى كاركتر. انا اتخضيت منه اساسا، ان انا بخاف منه جدا. كلام مره يعملها؟ بصراحه انا اتخضيت منه في التاكسي. لو لاحظت ان انا كان في ايوه فعلا ايوه. لا معمول انا كنت قاصدين بصراحه. صحيح قاصدين. بصراحه يعني كان انا كنت قاصد يعني. هي ما كانتش مديه اخوانا للقرد، بس الحمد لله ربنا كرمنا بقى. الحمد لله. توقعاتك للقمه ايه؟ والله هي انت عارف هي مالهاش توقعات يعني. هي مالهاش توقعات. هو واحد بيقول لك ست يعني المباراه صعبه، واهم حاجه بس الفرقتين يجوا الملعب والمباراه تيجي وتخلص يعني. ما خلاص ما محسومه يا بيه. الاهلي خلاص. الاهلي بس اهلاوي ولا انا اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا بشجع الاهلي. لا جاوب. لا جاوب بصراحه الاول. لا بشجع. لا 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 جاوب بصراحه الاول. والله لا انا بشجع اللعبه الحلوه. انا مش لا بنشجع المريه. قول ابراهيم. ايوه بشجع المريه. جدع ابراهيم مش انت اللي عملتها؟ ايوه طبعا عملت برنامج للمريه اسد الانديه. طبعا 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 طبعا. السؤال ده سؤال سعلبي خبيثي. انت مدرك اللي انت بتقوله. خلاص ان شاء الله باذن الله عندنا في باذن الله باذن الله برنامج ان شاء الله مشترك. ده بقى اكسكلوسيف. مش ما فيش اكسكلوسيف بقى، ده ليكم كلكم. في حاجه بيني انا ومصطفى ده على يعني على صعيد البرامج. وان شاء الله باذن الله ربنا يجمعنا في سينما مع بعض. وانا عندي في رمضان اللي جاي ان شاء الله برنامج برانك شو محترم كريزي. بس ايه الله اعلم. ان شاء الله ان شاء الله. الف شكر يا جماعه.